هل نحن ممن يعمل بالقرآن الكريم حق العمل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنه: يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. هذا قول ابن عباس. وأيضا قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه ولا يحرفونه، يتلونه حق تلاوته. أما قول مجاهد قال: يعملون به حق عمله. وأيضا عطاء يقول: أي يعملون به حق عمله، عطاء بن رباح رضي الله عنه. فكلهم فسروا هذه الآية: الذين يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته قالوا يعملون به حق عمله. والله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.